لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعلنت دسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما رسميا ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 11 عام. إذ تزوج الثنائي عام 2012 وذلك من خلال حسابها عبر انستغرام، وكتبت دسمة بوسيل على خاصية الاستوري قائلة: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الجواز والطلاق. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، امين يا رب. كان النجم تامر حسني قد كشف مؤخرا عن تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة والتي كان محدد لها يوم 15 مايو المقبل، وذلك الى موعد اخر لم يتم تحديده. وكتب على صفحته على السوشيال ميديا: يا شباب، حفلة 5 مايو اللي في المنارة اتأجلت وبنجدد لها موعد تاني، ولما هيتحدد الموعد هقول لكم عليه الايام الجاية. كما طرح مؤخرا فيديو كليب جديد لاغنية رمضان كريم على موقع يوتيوب احتفالا بالشهر الكريم، ويعتبر هذا الكليب هو الثاني لاغنية رمضان كريم بعد ان طرحها النجم تامر حسني العام الماضي، والاغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، الحان محمود انور، وتوزيع محمد ياسر. بسمة بوسيل وتامر حسني من شائعات انفصال متكررة الى الطلاق بعد قصة حب وزواج دامت 12 سنة. انفصل الفنان تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي أعلنوا من خلالها الطلاق بشكل رسمي، وكانت خلال السنوات الماضية تناولت العديد من شائعات انفصالهما وأيضا إلغاء متابعة بعضهما لبعض عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد الجمهور دائما أن الفنان وزوجته دائما لا تستمر خلافاتهما سويا، وفور انتشار الأخبار بيرجع البعض مرة تانية ويظهران سويا، ولكن هذه المرة ودي المرة الأولى بيقع الطلاق الرسمي بينهم، وتبين من إعلانهما أنه قرار متفق عليه وأنه الزيجة بكل احترام ومودة. رد الفنان تامر حسني عبر خاصية الأسطوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام على إعلان زوجته بسمة بوسيل عن قرار انفصالهما، وكتب تامر حسني قائلا: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد. أضاف: وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لك كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله. خلافات سابقة لتامر حسني وبسمة بوسيل بسبب المعجبات كانت قد فجرت المغربية بسمة بوسيل مفاجأة كبرى لانفصالها عن تامر حسني بعد زواج دام 12 سنة وأسمر عن 3 أطفال. بدأت من حوالي 4 سنوات الخلافات بإعلان بسمة بوسيل ما تبعتوا ليش صوره مع بنات، وكتبت لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة انه مش بيعمل لي احترام سواء في الصور او فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي اي حاجة علشان مش فارقة لي اي صور. واضافت: وكمان احب اعرفكم ان احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق. وكانت وجهت الفنانة بسمة بوسيل من قبل رسالة الى امرأة مجهولة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، وقالت: بسمة لن يتزوجك، روح اركيني بلشوا عن طريق ناس نصكم. وكانت بعد هذه الخلافات التي وقعت بين بسمة بوسيل والفنان تامر حسني بسبب غيرتها عليه من احدى الفنانات، وانتهى الامر بينهما بالصلح، ونشر تامر: هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك، مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم، وانا يا معلمتك ولسه هعلمك، كان نفس الكلام ده يكون بينا، لكن انت اشركت الجمهور الكريم معانا، فكان لازم ارد هنا بينا حب غالي وحياه كريمه واولادنا وبيتنا اغلى ما فيها
ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. متهورة بس بحبك. يذكر أن الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل تزوج في عام 2012 بعد قصة حب، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال هما تاليا وإمايا وآدم. كما دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج جديد بعنوان بسمة بوسيل، الذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في مصر بعد طلاقها من المطرب تامر حسني. وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: واضح من زمان انهم منفصلين تامر حسني وبسمة بوسيل، لكن الان اعلنوا انفصالهم، والانفصال في كتير من الاحوال نعمة وبداية حياة جديدة. واضافت متابعة: انا رأيي الشخصي احسن قرار عملته بسمة بوسيل في حياتها، وان شاء الله ترجع للفن. سعادة الواحد وراحته النفسية اهم حاجة، المهم خرجت ببنتين وولد، وهو اكيد غادي ينفق على اولادها التلاتة. وتابع مغرد: مش دايما الاغاني بتعكس حقيقتها على الفنان، وانه لازم يكون بنفس توقعات الجمهور انه رومانسي وعاطفي وحساس. بسمة شخص مشاعره جياشة غيورة على اللي بتحبهم، وبتدور على الأمان خيالية، بس مع الوقت بتقدر تغير نفسها لتكون أكثر عقل ورياحة، بتفني نفسها وأحلامها من أجل من تحب. وخلال الفترة الماضية طاردت الشائعات تامر حسني وبسمة بوسيل، وترددت أنباء متفرقة ما بين وقت وآخر عن انفصالهما، كان آخرها في ديسمبر الماضي على خلفية التصريحات المثيرة التي كانت أدلت بها البلوجر المغربية جليلة. خرجت جليلة في تصريحات تلفزيونية وقتها وقالت أن قصة الحب بينهما طويلة كانت تجمعها بتامر حسني لمدة 11 عام. وفي تصريح أكثر إثارة قالت جليلة أنها كانت توجد برفقة تامر حسني قبل زواجه من بسمة بوسيل بيوم واحد، ولم تعرف كيف صارت قصة زواجه من بسمة بوسيل. وأكدت جليلة أنها اضطرت للإفصاح عن علاقتها بتامر حسني بعدما وصل الأمر للنيل من سمعتها، وقالت أن الحب ليس عيبا أو حرام. من جهة ثانية خرجت جليلة بعدها ونفت أن تكون سبب في انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل، وقالت أنها ليست خرابة بيوت. وكتبت جليلة منشور عبر حسابها على انستجرام وقتها وقالت فيه: حبيبي ومتابعيني، رجاء لا تقحموا اسمي مع أي شخص أيا كان، أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا يخص أحد، يريد تطلعوني من هالموضوع. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.